فاقم قرار طهران خفض تصدير الغاز إلى المحطات الكهربائية العراقية أزمة توليد الكهرباء في عدة محافظات عراقية، فيما يعاني العراق منذ سنوات أزمة نقص في الطاقة الكهربائية. وقال مسؤول عراقي أن الجانب الإيراني أبلغ وزارة الكهرباء عزمه خفض تجهيز الغاز إلى المحطات الكهربائية العراقية بواقع مليوني متر مكعب يوميا، ما يشكل 40% من إجمالي الغاز المصدر للعراق. وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الجانب الإيراني أبلغنا بأنه سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب في اليوم لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز. وأوضح موسى أن التخفيض سيجعل توليد الكهرباء شبه معدومة في بغداد والفرات الأوسط، ويواجه العراق أزمة اقتصادية خانقة بسبب تقليص إنتاج النفط وتراجع أسعاره في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم، فيما تعاني إيران أيضا انهيارا اقتصاديا حادا بسبب العقوبات الأمريكية وأزمة الوباء. وينتج العراق 19,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يتجاوز الاحتياج الفعلي 30,000 ميجاوات وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.